السلام عليكم، هلا والله، شو وضعك؟ حاك معك ريان اوسم زد، رجعك بحلقه السادسه من سلسله الجار المزعج. طبعا الحلقه الماضيه جبنا العيد وما شفرنا وما غبشنا صح على الحرمه ذيك الكريهه. الكومنتات انفجرت بشكل مش طبيعي، ريان في الدقيقه كذا في الدقيقه. طب خلاص شو اسوي يا عيال؟ في المونتاج سهيت وما قدرت اغبش زي الناس، فخلاص مش الموضوع. عموما اصلا في الكومنتات كثير يقول ريان اصلا راح تتعب معاها لان باقي السلسله كلها راح تكون موجوده، وهالشيء صراحه متعب في المونتاج. كل لقطه لازم توقف وتحط التغبيش، هذا مزعج الموضوع. هو في النهايه اصلا كرتون، بس انه ما كان ودي يطلع عشان ما يخرب السلسله، لكن خلاص دام طلع لا نطول كلام. بسم الله، خلونا ندخل في الحلقه السادسه، ليتس جو. ابى احاول اليوم اخلص 4 بدل 3 على اساس نحاول نوصل بسرعه للنهايه. ابغى اشوف لا تفزع هذه وش سالفتها اخر واحده. بسم الله، خلونا نروح اليوم عندنا لمن يقرع الجونك. بسم الله، خلونا نبدا، يلا ليتس جو. طبعا ما زلنا في القلعه هذيك زي ما تشوفون هنا، القلعه اللي كانت اخر مرحله تقريبا او اخر مرحلتين. بسم الله، خلونا نبدا. يب، نفس القلعه. اوكي، عندنا واحد هنا شبي ذا ورا كذا بص وقفت عليه، يعني كل الناس بفاصيه خينا باللعبه الا ذا. ايش قاعد تسوي؟ قاعد يحط جل اتوقع. اوكي، عندنا زي اركيد، عندنا هذا الجونج قاعد يقرعه. طيب شو السالفه؟ اوكي، هنا في بزر، في هدوق، طوب ومقص، السلسال هذا هنا، هذه هنا الكريهه. عاد شو نسوي؟ عاد سلك انت، بحاول اني ما يعني ما اطلع حواجز. ايش بسوي؟ العب حركات. طيب خلونا نشوف هذه، يمدي ناخذ منها شيء. اوه، اوكي هذه لازم اوصلها بالنص بسرعه قبل ما يجي. او بيروح يقرع الجونق، روح نمزح. خلاص كسل تحت هنا. اوكي، بيقرع. الله يقرع راس، استغفر الله الله ياخذ ابليسه. طيب خذنا مقص، اتوقع يمدي ناخذ طوب برضه وماسك شيء. هذا يمدي نروح له ناخذ منه شيء. يلعب هذا المخادع صغير بمفرقعات الحفل، لكنها لن يعطيها لي. طيب بروح ياكل هوت دوغ. اوكي، عرفنا الحين الطريق حقه. هنا في وعاء، خلنا ناخذه. طيب يعني جونك، بعدين وعاء، بعد قصدي شو اسمه، بعدين هوت دوغ. اوكي، استمر جام. طيب بروح السلسال. اوكي، طيب دائما بروح السلسال. اوكي، هذه هنا صح؟ يا رب اتوقع يس، عشان يصقع راسه وينفلك. هذه مدينه ناخذها. وش هي هذه اصلا؟ اوكي، اخذنا شيء بس ما ادري وش بالضبط. حامل مظله. اوكي، طيب هنا مدينه نسوي شيء، ما مدينه نسوي شيء. خلونا نوقف فوق هنا، ما فتشنا زي الناس لان على طول جاء. ابي اعرف هذا وش قاعد ناخذ منه. او هنا بعد مدينه ناخذ شيء صح؟ الجل هذا اللي يحطه مدينه ناخذه. حارس الجونك ورا، ما اقدر اخذه. طيب او لا، توقعون؟ يب، نفس علبته. والله تذكرت يا شباب من اول مره، من اول شو اسمه جاي. اي جاي. يا الله طلعنا صوت وجاء. شو اسمه تذكرون يا شباب قبل كان فيها، لو تذكرون يا شباب. اوكي، قفطني الله ياخذ ياسر، ما ادري ليه القفطه الغبيه هذه. تذكرون قبل دخلنا علبه مويه نعبيها مويه من البانيو وكذا؟ نفس الفكره. طب خلاص يلا 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 يلا، اخذنا مليء بالشحم. اوكي، عشان دقيقة، هذا بنحطه اكيد في مكان معين. بس دقيقة خلينا نشوف هذا. الشحم يخلي الشيء يزحلق زي الزيت، فبنشوف يمكن نحطه في الجونج نفسه على اساس يكسره، ما ادري. المهم هذه صعبة شوي بسرعة. ايم ايم ايم. وش بناخذ من هذا؟ دبدوب ناخذ صح؟ اوكي، هذا المقلب لو ابلع القم تقفطني قفطة قبل شوي. خذنا دبدوب. طيب دبدوب انا عارف وين، طبيعي راح يكون هنا عند الصغير. بس هل بناخذ الغرض اللي منه؟ اوكي، اخذنا الغرض اللي من فرقعات. طيب فرقعات صح؟ فرقعات حفل الاطفال. اذا سحبت الخيط الصغير سلعتها. طيب هو بيروح يقرع الجونج. خلنا نشوف هنا ايش مدينا نسوي. نقص شيء. ايش بسوي بالجونج؟ بس يقول له اقرا. طيب دقيقه، لو حطينا فرقعات هنا. يب، ضبطت، راح تكون بدال الهوت دوغ. بسرعه انزل. اوكي حلو. طيب وش نسوي هنا؟ نقطع مثلا السلك، او قصدي الحلق او القلاده. والله صح، اوكي حلو. هذا المقلب الثالث وتحت مقلب هذا المقلب الثاني وتحت المقلب الثالث. اوكي، لا 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 لا، ما انصحك. كويس، توقعت فرقعات صدقيه. طيب هذا مدينه نسوي فيه شيء، نكسره. مش مكتوب عليها؟ هذه زهريه عتيقه وقيمتها مدري ايش. طيب هنا مدينه نسوي شيء بالحامل المظله هذه. يب، هذه حطيناها. شحم عشان يزحلق ما يعرف يسحبها صح. اوكي حلو. هذا المقلب الثالث. عض الجن عارف ايش دخل نالت من الحسره هبلنا فيه مسكين. طيب معنا 3، عشان نفوز 4. اوكي
طيب اوه بس 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 اتوقع واضحه يب واضحه نحط العصا بدال هذه اوه صارت اطول اوه بيضربه 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 اوكي اوكي طيب الحين شو اسوي اوكي بيزحلق الحين والله زحلق يا الله صفقت الحين صفق ايه صفقيه صفقيه طيب وش اقص وش اقص اقص هذه لا يمديني افوز لكن ما ابغى افوز الحين وين بروحوا الحين اوكي بروح هنا ليش الوعاء معي توقع نفت عبيه من جديد يب نفسها نفس القلم تذكرون القلم في الحلقات الاولى طيب وش يكون طيب حط على ذا ما ادري ايش يصير بالضبط شحم هنا يمكن اوكي خلينا نشوف هنا اذا قرع راح نجيب ال هذا المقلب الخامس بيكون السادس وش هو ما ادري خلينا نشوف بيعطيه واحده على عينه وعطى يا ريت على عينه طيب وين يكون مش مكتوب صحن الارز مليء بالشحم المقزز طب هنا توقعون اوكي شلون مقلبين في مقلب واحد اوكي الحين فهمت مقلبين في مقلب واحد هذا اذا جت عليه وطاحت راح يمسكها ويتزحلق منه وتنكسر تذكرون الحلقه الماضيه حرفيا الحلقه الماضيه اخر مرحله لعبناها كان في مقلبين في مقلب واحد ذاك الثعبان الكهربائي نفس الفكره ثعبان كهربائي في البحر او في البحيره اللي تحته وكسرنا برضه الخشب اللي كان واقف عليه او الجسر حلو طيب الحين مقلبين في مقلب واحد راح ناخذ 100% من اول حلقه او من اول راوند بدايه الحلقه ممتاز ايوه انكسرت اوه ماي جاد طيب 100% الحلقة هذه للأسف انقفطنا مرة بس ما كانت يعني مقصودة ما ادري كيف اقول لكم بس يلا ما عليه ما عليه اهم شيء خدنا الكوينز كله هذا اهم شيء طيب اللي بعده ليتس جو كنا سريع سريع ورا بعض ورا بعض حبيب امه خلينا نشوف في كم واحد يبغى يشوف المرحلة هذه وش وضعها طيب عندنا 1 2 3 4 5 6 7 7 5 5 عشان نفوز طيب خلونا نشوف حبيب امه خلينا نشوف طيب اوه امه موجودة بعد امه قليلة الخاتمة أم بعد يا الله والله ذي السلسلة بنتعب معها صراحة طيب أوه نقدر نسبن هنا وش ذا الأشياء الجميلة طيب خلينا نشوف هذا نبدي ناخذ منه شيء خلاص اطلع حبيبي خلاص اسبن اسبن لا 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 تسبن طيب وين بيروح هذا بيروح عند بروفيسور مو بروفيسور هذا البار هنا حق القهوة أوه فيل وش ذي المرحلة الرهيبة راح تسبح أمه والله فيها حيل بعد وتغطس عشان ما تشوفني اوكي اوكي يا عيال هذه المرحلة مو رهيبة الرهيبة طيب هنا في شيء مشروب خلنا ناخذ المشروب اوكي اخذنا مشروب يمدينا نرقى فوق اتوقع يمدينا نرقى فوق بس هذه بتقفطنا احس لا ما راح تقفطنا والله طولت ما شاء الله عليها يمدينا ناخذ شيء هنا لا ما يمدينا ناخذ شيء هنا للاسف خلنا نطلع اجل دام انه كذا خلنا نطلع هذا ما راح يتكلم واضح خلنا نشوف يمدينا ناخذ اللي هنا يمدينا ناخذ هذه بتطلع لن يسمح لي النادل بالحصول على الدلو افا هذه طلعت وهذه نايمة طيب خلينا نشوف هذه ليش لن يسمح اوكي اذا جت علامه خضراء معناته انه يمدينا نتمشى طيب خذنا شيء وش خذنا ملقاط او ملقط الشواء طيب خلينا ننزل دام انه راحوا بس السؤال هي بتقو لا ما تخلينا نقوم طيب ملقط اتوقع ناخذ هذا يب كنت حاس ناخذ اللوبستر او شو اسمه هذا زبده دقيقه خلينا نركز تكفى والله ترى الموضوع صعب يعني مو بالسهوله اللي تتوقعونها اوكي خلنا اتوقع نحطه وين بالضبط ما ادري بس عموما خلوه ينام بفتش زياده هنا دباب يمكن لو كسرناه ولا اوه هذا نفتش فيه طيب اتوقع شكامين ظاهر ان شاء الله هذا شكمان ما ادري والله بس خذناه الزبده دواسه الدراجه لا مو شكمان هذا دواسه هذا اللي ايه فهمتوه؟ اوكي المهم انكم فهمتوا يعني طيب الحين عرفنا المسار حقه بالضبط عرفنا المسار فخلونا نبدا طيب هذه نايمه ما ادري ايش اسوي احط هذا هنا لا معليش هذه بعد تقفط الله ياخذها تقفط ما توقعت ان هذه تقفط اوف 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 طيب خلاص اخذ بليسك يا شيخه طيب الظاهر نحط هذه على السبرينج هذا اوكي حطيناه اوكي نحط الله لوريك الجده يا مزعجه طيب خلينا نطلع اوكي قاعد يتصل ما ادري ايش قاعد تسوي بس الزبده خلاص لا تمشي زي كذا نحط هذا يمكن هنا لو قلنا هذا هنا توقعان
طب هذا هنا، هذا هنا، اي هذا نحطه جوا القوقعة اساس يحطه في اذنه شو اسمه يعضه. اوكي بيجي بعد شوي. اي القم القم احسن، هذه ما طقت خبر حتى نايمة. توقعون مشروب هنا؟ لا دقيقة انا لاحظت شيء، بس لا تغوص. اوكي لاحظت شيء، في شيء هنا جديد اول مرة اشوفه، نروح نشوف عندي ناخذه. هو نفسه رجعناه نفسه. والله ما ادري شباب بس اوكي. طيب هذا اول مقلب. اح اي اضربيه اضربيه طقيه طقيه، لا تخلينا طقيه. طيب لا مو اول مقلب، ثاني مقلب. هذا شوف يستفز جاري الفيل ويرش المشروب على وجهه، اما هذا اللي يسويه الحيوان. اي لو اعطينا هذا تقوم بيصير شيء. اي والله اعطيناه. اوه طب انت راعي البار يا غبي، شلون؟ اوكي بيسكار بعدين أوب. اوكي الحين بدينا ناخذه لان قبل شوي كان يمنع. حلو حلو حلو. طيب اجل الحين الدلو فارغ، هنا نعبي. يمدي نروح الحين تتوقعون؟ ما اتوقع انه يمدي للاسف. الا لا يمدي يمدي يمدي. لا لا ما يمدي، لا ما يمدي ما يمدي. خلوه خلوه بعدين، خلوه بعدين، ما ودي انقفط كثير. طب خلينا ننزل، خلينا ننزل تحت، خلينا ننزل تحت. انا بجيب دلو مويه وبشوف شو وضعه. طيب هذا ما اخذناه. اوكي هذا اخذناه حلو. يمديني اخذ، يمديني اخذ اكثر من مره شباب. شوف شوف ترى صارت اللعبه يمديك تستخدم الشيء اكثر من مره، نفس سالفه ان نعبي اكثر من مره الجل هذاك او مو بجل، ايش كان هو اللي زحلق شحم. اوكي نفس الفكره. طيب هذا نحطه هنا اتوقع عشان اذا نام. حلو هذا نحطه هنا اتوقع. حلو يب حلو كويس. طيب انا بعرف هذا وش يسوي بالضبط. اوكي داخل ابي اعرف ايش بسوي اذا راح الفيل الحيوان، لاني انا سمعت او قريت هنا مكتوب انه يرش عليه المويه. اوكي الحيوان قاعد ياذي الفيل. طيب انا اوريك، حطينا له مقلبين هنا فبنجيب اربعه. هذه مدينه توقعون مدينه؟ ما اتوقع مدينه. الا لا والله مدينه صح، لانها داخل المسبح فيمدينا نعبي. طيب عبينا وش الفائده؟ اوه عرفت عرفت. إيه دام هذا تحت نحط هذا هنا نعطيه اياه، خليه يعبي مويه، خلينا نشربه. اوكي حطيناه قدامه، حطيناه قدامه خلاص كذا، معناته اذا جاي رشه اتوقع هذا بياخذ المويه ويرشه زياده. فالحين عندنا اثنين، عندنا ثلاثه اربعه خمسه، خلاص مدينا نفوز. بس باقي سته سبعه من ذي الاشياء. شوفوا دام معنا الملقاط هذا او ملقط الشواء يمدينا ناخذ مره ثانيه السلطعون هذا. اوكي اوه مقلبين، اوه ثلاث مقالب، لا مو ثلاثه، خرب القلعه الا والله ثلاث مقالب. ما ادري ثلاث مقالب تعتبر ريال، والله يا هبلنا فيه مسكين مات، توفى الله يرحمه. والله توفى، شو قاعد ينصفك. كم مقلب خلصنا؟ واحد اثنين مفروض هذا ثلاثه بعد. يا الله. طيب باقي مقلب واحد بس غير المويه، ايش تتوقعون؟ دواسه. والله ما ادري، دقيقة نروح هنا، لا لا ما نروح ما نروح ما نروح، خلنا ناخذ واحد ثاني، اتوقع ناخذ ثاني، شوف كل شوي قاعد ناخذ ناخذ ناخذ، اكيد نستفيد منه بعدين بس كيف ما ادري، ما ادري اذا بيحسب اذا حطيناه في نفس المكان مرة ثانية، ما اتوقع، خلونا نجرب خلونا نجرب. طيب، لا ما اتوقع بس خلينا نجرب شوفوا، اذا حطيناه ينفع؟ يرفض شفتوا كيف؟ طيب، طب في المسبح هو، أو لا لا لا، على طول طلع وجع، على طول. طيب خلونا نرقد منه. راح حلو اوكي هذه نايمة. وش اسوي هذا يمكن؟ اتوقع مرة ثانية حطه بس وش الفائدة؟ ما ياخذ الجدة الكريهة ما ياخذها. يلا ابلع المقلب عطى. اي رش عليه تكفى تكفى يا الفيل، رش عليه تكفى تكفى، طيره لين اخر شيء عطى. اي عطى. اي يا شيخ ليتك نص قبل الجدار اللي ورا بعد. طيب باقي مقلب واحد، تدرون كيف؟ خلاص اكتبوا لي عاد في الكومنتات وين تتوقعون المقلب الاخير، تمام؟ انا بروح المرحله اللي بعدها اساس نحاول نخلص الحلقه هذه اربعه بدل ثلاثه، ما ودي اخلص ثلاثه هالمره، ودي اخلص اربعه، باقي لي اثنتين، ليتس جو. طبعا خلاص اصلا خلصنا، شوفوا يمدينا نفتح او فتح اوريدي، لان نحتاج بس 22 من اصل 34، انه يحسبون ان هذا الكاتيجوري كله صعب، لكن ما في شيء صعب بالي. بسم الله كل طلقه بضربه وليتس جو. يلا. رجعنا للقارب او البوت الكبير هذا، السفينه.
طيب في الجدة بعد موجودة، مو بجدة، أم الله أخذ بليس. طيب في أثقال، خلنا نشوف منين خرب الأثقال. خلنا نفتح الشنطة، وين هذاك؟ أو دقيقة، لزاق جروح يمكن، تلقون لزاق جروح؟ لا، وش وجل أثقال؟ لا، أوكي، شريطة هذه أذكرها، ظاهر هي المطاطية؟ شريط مطاط، تذكرون شو اسمه؟ إذا يلعب حديد، يعني إذا يلعب تمارين صدر، نفس الفكرة. طيب أوكي، أعطاها المخدة عشان تنام. طيب شو بسوي؟ ما أدري شو بسوي بالضبط، بس أوكي نزل تحت. بيحطها هنا أتوقع، أو بيعطيه، والله ما أدري، بصيد وش بسوي؟ والله ما أدري شو بسوي. طيب قاعد يصيد ست سمك ولا وش يصيد؟ حاطه بدوب قاعد يحاول يصيد شيء. متخلف ذا، وش ذا الطعم الخايس؟ والله متخلف. خلينا نقرا بس، هناك منشفة من القاعة، يمكن الحكم راحة النجاري قد استخدمها بالفعل. طيب دي ناخذها، ما يمديني. ابدل المنشفة يمكن، او لا هذا المطاطي، ابدل المطاطي هنا. بشوف بعد شوي. طيب خلينا نفتش زيادة هنا. يمديني ادخل هذا، اتخبى هنا. حلو، مكان زبنة جديد. طيب بيجي فوق، ما عندي اشياء هنا اخذها، فلذلك خلونا ندخل. طيب 4 عشان فوز، 6 عشان تجيب 100%. هذه الجدة بتزعجنا، انا عارف، الله يشغلها بنفسها. المنشفة يمكن احطها هناك، بشوف خليه يعدي بس. اوكي اول ما يعدي على طول راح نطلع ونجرب نحط الاشياء هذه هنا، يمكن نحط هذه هنا. هذه نحطها في الوسادة، بحيث انه اذا استخدمها واعطاها الجدة راح تطلع صوت. طيب خلينا نبدل هذا، ما يمدينا نبدل. طيب هنا ما يمدينا نبدل. طيب هذه استخدمناها، فتحناها، ما الا فتحناها الظاهر. طيب قاعد يتفرج، قاعد يطالع. طيب خلونا نرقى. شوف هذا حاطينها تحت الوسادة، زعلانة تقول روح جيب لي وسادة. والله بسرعة جاء. اوكي خذها بسرعة. اوكي حلو، هنشوف هذا المقلب الاول، طلع صوت، زعلت عليه ولا خايف. طيب دام انه راح ينزل الحين تحت ويصيد، ما ادري ايش يصيد، انا بروح هذه الغرفة واشوف. مع انه يا اخي ما في وقت. اوكي دام نايمة. لا يا ليل، يا الله يا كريهة يا مزعجة، يا الله تقهر. شوف الحين هو دائما بيجي هنا. اوكي بجي عند هذه، بس يا اخي المشكله هذه، شوف في حركة حلوه. شوف اسرع وقف يلا خذها، بعدين هنا، واسرع وقف بعدين اسرع، يلا انزل. اوكي حلو. طيب اخذنا شيئين، بطانيه الكلب مليئه ببراغيث وارنب فروي الظاهر. بطانيه نحطها هنا، دقيقه هاي هنا مدينا نسوي شيء، انا ما قد جيت. هذه نحطها هنا، حطيناها والله. طيب هذه مستحيل، دقيقة هذه نحطها هناك. هذه طيب المطاطي، ياب المطاطي صح، هذه نحطها بدال المنشفة. والله اني كنت حاسس اني باخذ شيء كذا مقرف وحطه بدال هذه. ولا يا مريم براغيث انه راح توسخ جسمه. طيب حطينا الحين كم؟ 1 2 3 حطينا، اوكي حطينا حق الفوز، بس باقي ثنتين زيادة. طيب لا اصبر، امزح يا ساتر. طيب هذه نايمة، هذا رمى زي قنبلة، راح تجي سمكة. وش الصيد الكذبي؟ والله يا صيد كذبي. بروح الكلب حقه، خلنا نبقى فوق. طيب في شيء ناخذه هنا، في شيء ما مشكلة نخلص كل الأشياء اللي آخذها. هو بيجي، هو شوف في 3 مقالب هنا راح تفوزني، تمام؟ أو مقلبين، إيه 3، 1 2 وهذا الثالث. لكن خلنا نروح هنا، هذه ما فتشناها صح؟ شوف هذه حركة حلوة، نروح لهذه. أوكي هذا معجون بسرعة. هل يمدينا نرجع له مره من جديد؟ في مقالب الحين، بس دقيقه خلينا نخلص هذه ونرجع المقالب. اوكي حلو، اوكي هذا المقلب. وش رمى الدبدوب حقه ورجع. اوكي رمى الكلب حقه تجلده، والله تجي جدي. اجلديه لا عيد. طيب هنطلع. طيب معجون حطه هنا، بس استخدم لاصق هذا مو معجون، احسبه معجون لاصق. اوكي اوكي الحين استوعبت. الحين شباب راح يرمي القنبله، راح ما راح يرميها اصلا، ما راح يقدر يرميها لانه راح تكون ناشبه، ولانها راح تكون ناشبه في يده. اوكي حلو. طيب يا ساتر براغيث
ايوه حكيك حكيك اي الاثقال اه قاعد تضحك عليه زوجته. طيب باقي واحد هو اخر مقلب هذا يلا خلونا نزبل. حلو والله ما توقعت مو صراحه ما توقعت الحلقه ها اول الراوند هذا الراوند هذا اني اجيب 100% لان ما كان ودي اوصل اخر شيء ابغى بس اخذ العلم وافوز عشان اخلص اربع مراحل بدل ثلاثه. دقيقه يا الحبيب روح ارم هذه صديق هذا بروح ارميها وبناخذ 100%. طبعا هو متخلف ما يلاحظ ان فيها صمغ لاصق سبحان الله يا انفجر بيحسن احسن. طيب جبنا 100% فزنا في هذه المرحله. خلونا ندخل في اخر مرحله واخر شيء في الكاتيجوري هذا. طبعا اللي فوق فتح لكن يعني انا ابغى اخلص يعني بدي اسحب على هذه واروح على طول اللي فوق بس بنرجع له بعد شوي نهايه الحلقه بنشوف الاسامي حقت الكاتيجوري الجديد. بسم الله ورجعنا. هذه دقيقه عندنا واحد حق مطعم هنا اكل هذه كنا بقلاوه يا ابوي وش ذا وهذه الجيمات هي وش ذا رمضان. طيب خلينا نشوف هذا مدين ناخذه. تحتوي هذه السله على ثعابين البحر الجاهزه لان يطبخها الطاهي. طيب هذا شو اوكي بيضه هناخذ بيضه. اوه كني قاعد تشوف تحت على اليسار رايح يلعب تنس والله احب العب تنس صراحه. اوكي او كره طاوله قاعد يلعب مع زوج ما ادري مين اللي فاز. طيب بروح اوه هلا والله والله في فعاليات طيبه هنا وفي مفرقعات. طيب خلونا نستغل الوقت ونروح نفتش مثلا الصناديق وذا. خلينا نشوف هذا ايش بيسوي. اوكي يلا روح. اوه الله وناسه والله والله وناسه. يمكن ناخذ هذه نحطها هنا عشان يطيح وتعكرف يمكن. بنرجع الزبده اني انا اخذت شيء هنا وش اخذت انبوب داخل الدراجه. حلو وهنا فيه زي السكاريب والمطرقه. طيب يمدينا نخرب شيء. ما يمدينا نخرب شيء هنا. طيب ما في شيء ما في شيء يلا خلينا ننزل. اتوقع اخرب التنس طاوله التنس خلينا نشوف. لا هذه. طيب بيض اي بيض 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 بدل الكوره بيض بدل الكوره. اوكي هذه واضحه وين راح. اوكي راح اعطاها ثعابين وقطعها وكلها. الله ياخذه يا شيخ ويقرفه. طيب خلينا ناخذ المرساه يمدينا ناخذها. هل يمدينا نحطها؟ اوه هذا حبل بس ما ادري وين الحبل يكون. طيب بروح اشغل المفرقعات بيحتفل. اوكي حلو الحين بيرجع وين. اوكي بيجي من هنا يب بيجي من لا بيجي من فوق. حلو دامنا لا مو من فوق. اوكي بس بيتفرج على ولده وقاعد يسوي ذا. لا لا خير يقطع من الوساخه والله انه وسخ حيوان ذا ولديك الله ياخذ بليسك. طيب خلونا نجي هنا. اوه يمكن طلع ذولي البط مدري البطاريق وش ذولي بالضبط. خلنا نقرا ايش مكتوب. هذا البيض ناخذ بيضه ثانيه. يلا ناخذ بيضه ثانيه نسيت اني اخذ من البيض. طيب اخذنا بيضه ثانيه. ايش تتوقعون نكسر هذا؟ اوكي طيب نظاره ايش فيها نظارته ذا؟ اخذها زرفتها منه. اوكي اخذت منه النظاره احط الحبل هنا. لا وش اسوي؟ هذا اوكي الحين ايه الحين هذا اذا اعطاه راح يقطع الحبل المطاطي هذا حق السيكل. اوكي الحين استوعبت الحين رسميا استوعبت. طيب اوكي خلصنا مقلب واحد ثلاثة عشان نفوز خمسة عشان نخلصها بالكامل. طيب بحكم ان الحين برقة فوق فخلونا ننزل تحت ونشوف عاد شو وضعنا. يلا بروح الحين ياكل المقلب الثاني. اوكي خلينا نشوف هذه الصندوق ناخذ بدل ايش ما ادري. اوكي شوف بياكل وبيغص يا ساتر. عاد ذا مو معقول عاد ما معك نظاره مو لهالدرجه. طيب نحط هذه هنا. لا غلط. طيب حبل 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 دقيقه. يا الله بيجي مفرقعات يا اخي ايش فيك انت سريع تيجي بسرعه لنا. طيب دام بروح يلعب تنس خلونا ننزل تحت ونقدر. دقيقه خلينا نتاكد ان الرقا اوكي او قصدي نزل. طيب وش اسوي وش اسوي هنا؟ نحط الحبل يمكن. اوكي حطينا الحبل ربطناها ببعض يمكن. خليناه اوكي دقيقه دامهم رجعونا البيضه فاتوقع في مقلبين بمقلب واحد. اتوقع نحط هذا هنا يمكن عشان اذا شاتها يا ليل دايم يجي ذا المكان هو دايم.
مسوي دايم دايم يا أخي. هنا ما سوينا شيء، يمكن كسرها، يمكن استخدام هذا لتثبيت الأشياء في الأرض. هذا يثبت. أوكي ممكن ممكن. طب دقيقة، أنا ملاحظ شيء، شفت الشباب هذه تمثال رملي؟ ترى نفس هذولي. توقعهم يسوي شيء؟ نروح نكسرها، خلنا نروح نكسرها، خلنا نجرب نكسرها. ناخذ مطرقة، لو كسر أو ما يمدي نكسرها. بيض، نظارة، نظارة. والله أصبر دقيقة، كأنه جاء شيء هنا، جت علامة زايد والله. ها لا غلط. طب هذه أوه حطيناها والله. كل ما احتاجه الآن هو شيء لإشعال أصبع المفرقعات. وش تبغى عشان نشعل؟ وش يحتاج؟ كبريت، يحتاج كبريت. ما يجيب الكبريت. نظارة، شلون نظارة؟ شلون النظارة تخلي الشيء ينفجر يطعم الكذب؟ طيب هذا عرفت وش بسوي. رأس الأسد نحطه هنا عشان إذا الحيوان ذا جاء راح يخرب على ولده، بيروح يشوت المجسم الصدقي بدل ال... فهمتوا؟ بس والله ولده مبدع ما شاء الله، يعني شوف كيف سواها. ايوه مع السلامة حبيبي. هذا المقلب الثالث. عندنا الرابع هذا بيكون، والخامس وشو؟ الخامس التثبيت. يلا مشينا مشينا. حلو، ينتظر زوجته تقوم أساس يروح يلعب معها. طيب خلنا نحط هذه هنا. اتوقع خلاص يب ثبتناها. اوكي 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 خلاص، معناته الحين بناخذ 100%، بس مسألة وقت بس. مقلبين ورا بعض. ايوه طبعا ما شاف المسامير الغبي كالعادة. يا ساتر. طب اترك اترك يا طيب. يا الله الغبي، متخلف والله متخلف. اترك يا طيب. شو معصب. طب روح روح، شوت هذه شوت هذه، شوف شوف رجله، شوف رجله، يخرب خرب على ولدك. ايوه ايوه وتلفت، مشكله مين يسار بيناظر. عطى واحده. الولد يضحك، عارف انه بيتمقلب ابوه. خذنا 100%، ممتاز والله الحمد لله. والله بدعنا اليوم صراحه الامانه، بدعنا و 33 من اصعب 34، يعني ما فوتنا الا واحده بس حقت الدواسه، اتوقع الدواسه والملقاط شيء زي كذا، علموني اياها في الكومنتات. طيب الحلقات الجايه ان شاء الله راح ناخذ هذا الكاتيجوري الجديد، فوق السحاب، حرق، ايش حرق مع الطموح، التنوير، تاكل وتؤكل ولا تاكل وتؤكل. اوكي اكشن، والجار على سطح السفينة، وآخر شيء لا تفزع. هنا لازم طبعا نجيب 35 من أصل 48. أتوقع أنه يعني إيزي إن شاء الله بالنسبة لنا، ما قد واجهت مشكلة في هالشيء، ما قد قلت أوه لازم أعيد مرحلة عشان أجيب كوينز أكثر. فالحمد لله وضعي كويس. إن شاء الله الحلقات الجاية راح نأخذ كذا مثلا 4، واللي بعدها 3 أو 3 بنشوف عاد الزبدة. عموما إن شاء الله استمتعتم بالحلقة هذه، عجبتكم لا تقصروا معنا باللايكات، نشوفكم إن شاء الله في حلقات ثانية. السلام عليكم.